مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل، نجدد لكم التحيه وها هي الانطلاقه لشوطنا الثاني عشر في مجموع الاشواط والشوط الثاني عشر الخاص بالاذاعه هنا ايضا القعدان. المهجنات الاصايل في هذا الانطلاق المميز الجميل في تحديات وإثارة مشاهدينا الكرام بهذا الأداء الجميل. نسير معكم في هذه التحديات في انطلاقة شوطنا الثاني عشر القعدان، نتابع الصدارة، نتابع المقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط، والمنطلق مدلل لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهي بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر، هنا أيضا راشد بن سعيد بالغافرية، بينما المركز الثاني يأتينا هنا الطافر لسمو الشيخ محمد بن المربز بن مكتوم المكتوم بقيادة سعيد بن عبيد بن مروشد، وعلى المركز الثالث المتحد سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم بقيادة سعيد بن عبيد الحميري، والوصول هنا من شكلان لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم بقيادة سعيد بن محمد بن حزيم، من يأتي على المركز الرابع. وفي المركز الخامس براق سمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم بقيادة سعيد بن أحمد بن خريدة، من يأتينا خامسا. سادس المراكز مشعل سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي في تضميرة، يأتي مولع هنا من هجني ند الشبة، هو كذلك الطاير من هجني ند الشبة في هذا الانطلاق على المركز هنا أيضا السابع وثامن المراكز والمركز الثامن، بينما المركز التاسع متعب لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعد المكتوم مع المتعب الصغير سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد، وعلى المركز العاشر في هذا الانطلاق والقادم بالتحدي والإثارة هنا شاهين سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعد المكتوم بقيادة سعيد بن سالم لينيبي. هذه هي النتيجة للمراكز الأولى المنطلقة والمتحدية في مسيرة شوطنا الثاني عشر في مجموع الأشواط. نعود إلى الصدارة، نعود إلى شكلان من غير على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر، هنا سعيد بن محمد بن حزيم، ولكن أرى التسلل في هذه اللحظات، التسلل هنا والانطلاق الجميل الجميل، تسلل أيضا ملحوظ للغاية من قبل مدلل سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة راشد بن سعيد بالغافرية على المركز الأول. المركز الثاني والبراق سمو الشيخ حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم وحسين بن أحمد بن خريدة وشكلان، سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم وحسين بن محمد بن حزيم على المركز الثالث. وفي المركز الرابع مولع، والمركز الخامس يأتي مدلل من هجني ند الشبة، هو هنا الوصول من متعب، وصل متعب على سادس المراكز سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعد المكتوم مع المتعب الصغير سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد، وسابع المراكز مشعل سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعد المكتوم مع الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد، وهناك الطوير ومدل القادم هنا من هجن ند الشبة، ولكن التغيير الذي طرى وجرى على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول هنا في هذه السيطرة الجميلة الجميلة. متعب 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 متعب، من تسلل على الصدارة تسلل على المقدمة وعلى المركز الأول، متعب من ينطلق بصدارة هذا الشوط لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المتعب، هنا أيضا سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد ينطلق على الصدارة على المقدمة على المركز الأول. تهانينا تهانينا في نعمها
هذه الرياضة هنا في على أرضية هذا سمو الحمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. تهانينا للمتعب الصغير سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد على هذا الفوز الجميل وفوز متعب ولحظة وصوله إلى خط النهاية. معلن الفوز والناموس المركز الثاني مدلل لسيد سمو الحمدان محمد بن راشد بن مكتوم. المركز الثالث مولع من هجن ند الشبه. المركز الرابع سمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم. والمركز الخامس كذلك سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. ونعود الى التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام لمتعب ولحظه وصوله الى خط النهايه. معلن الفوز ومعلن الناموس لهذا الشوط. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. تهانينا ست دقائق 16 ثانية جزء واحد من الثانية توقيت الزمني. تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني هنا أيضا في هذه الانطلاقة والتحدي وثاني المراكز كان من نصيب مدلل سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم مع راشد بن سعيد بالغافرية في 6 دقائق 19 ثانية جزءا من الأجزاء من الثانية توقيته الزمني. أما المركز الثالث فكان لحظة الوصول لحظة أيضا الانتزاع للمركز الثالث. هنا أيضا يأتي مولع من هجن ند الشبه ب6 دقائق 20 ثانية 8 من الأجزاء من الثانية.